أهلا وسهلا بكم من جديد. دائما ما أقول مرة ولا مرتين، مرات كثيرة ناقشنا هذا الموضوع، ولكن يمكن لأنه في حديث أنه اقترب تطبيق هذا الأمر ناقشناه اليوم. أيضا حقيقة أنا أسعد دائما بآراء الناس، وتويتر ويعني مفتوح لكم منبر حتى تعبرون وتشاركون في هذا الموضوع. مو بالضرورة نعلق، ولكن أراءكم إن شاء الله كل المسؤولين وكل الشخصيات اللي تتابع البرنامج وأيضا من يشاهدنا من كل الشرائح يتابع أراءكم وأفكاركم. اليوم في حديث أنه غياب القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية مثلا الخميس والجمعة يعني تكاليف كبيرة. مثلا يوم الخميس تحديدا في حكي عن 48 يوم من الغياب عن البورصات في العالم وعن الاقتصاد. أيضا في نواحي يعني تعليمية، في أمور كثيرة. المصلحة في وجود الخميس على كافة المستويات ما فيها مبرر قوي. في الحلقات الماضية ركزنا على المبررات اللي تمنع الخميس، لكن اليوم راح نناقش نشوف كيف ممكن يكون الجمعة والسبت مفيد للمملكة العربية أكثر، المملكة العربية السعودية أكثر. وايضا انه اذا في حديث عن ناحيه القدسيه اليوم الجمعه الاجازه موجوده، راح نتحدث هل الخميس ايضا قدسيه، بس بنحاول نتحدث اقتصاديا اكثر في هذا الموضوع. ضيفي العزيز الدكتور سعود المطير، وهو استاذ الاقتصاد في جامعه الامام محمد بن سعود. اهلا وسهلا بك دكتور. حياك انا سعيد ان نكون سوا اليوم. الله يرضى عليك. ما مدى الخسائر الاقتصاديه اللي تكبدها الاقتصاد السعودي من غيابه مثلا الخميس والجمعة على مر السنوات الماضية، أو حتى لو أخذنا الخميس والجمعة على مدار العام؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا لو أخذنا أولا من ناحية ارتباط المملكة بسفاراتها وارتباطاتها وملحقاتها التعليمية، دائما كما نعلم يوم الخميس يكون هناك عمل في السفارات وعندنا إجازة، فبالتالي فعلا يكون هناك تعطيل ليوم مهم، وبعض الأحيان اليوم هذا يكون مهم جدا في عملية يعني إنهاء يعني بعض الإجراءات اللي تتطلب يكون هناك تواجد بين يعني سواء الموجودين في المملكة العربية السعودية أو خارجها من هذا على نطاق الحكومة. على نطاق القطاع الخاص أيضا أمور مهمة جدا، وهو أن عملية التجارة لو أخذنا التجارة بشكل عام نجد أن التجار في بعض الأحيان يعتبر يوم الخميس مهم بالنسبة لهم. يعني فلو كان مثلا فعلا يوم الخميس العمل كامل في المملكة يتوافق مع العمل الدول التي يستوردون منها، هذا لا شك أنه بيسهل أمور كثيرة. لو أخذنا مثلا البورصة يعني نجد أن هناك ترى هذا أنا ولا أنت ظاهر أنت بس مين مشكلة. لو أخذنا البورصة مثلا على سبيل المثال نجد أن خاصة لما كانت الأزمة العالمية وكان فيه السوق السعودي يتابع بكثرة ما يحدث في الأسواق العالمية، وخاصة مؤشر الداو جونز كنا نرتبط به ارتباط وثيق جدا. نعم. كم الأيام اللي كنا نرتبط فيه، نجد أننا لما نجي مثلا نبدأ العمل هنا يوم السبت ولا حد، ثم لما نغلق يوم الأربعاء نجد أن السوق متى فتح السوق الأمريكي. نعم. افتتح يوم الاثنين صح، لكن المعلومات يوم الاثنين متى نحصل عليها يوم الثلاثاء فقط، لأنه يفتح في يوم الاثنين بالنسبة لنا يشتغلون الفترة المسائية في أمريكا. نعم. فالمعلومات اللي نأخذها هي في مساء يوم الاثنين تؤثر على يوم الثلاثاء. يعني ما يحدث في مؤشر الداو جونز في تلك الفترة كان يؤثر فقط يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فقط يومين، ثم يأتي يوم السبت فتكون بقية الأيام اللي كان يعمل فيها اللي هو يعمل يوم الأربعاء والخميس والجمعة، ثلاثة أيام تنعكس في يوم واحد، ويكون في بعض الأحيان الوضع يعني نزول كبير جدا لما كان الأزمة العالمية اللي يعكس ما حدث في الأيام الثلاثة. ففعلا عملية الترابط يعني بين الآن المملكة العربية السعودية عضو في منظمة التجارة العالمية، وكذلك يعني منفتح انفتاح كبير على الاقتصاد العالمي. نعم. فعملية الترابط في طبيعة العمل لا شك أنه أمر مهم جدا، ولا سيما أن من وجهة نظر اقتصادية دائما نقول أن أي تغيير يحدث منفعة لفئة ولا يضر بفئة أخرى غير قابل للنقاش، يعني ينفذ على طول. فهنا الآن ما هي المضار؟
في تصوري يعني لو سألت وش الضرر اللي ممكن يحدث الكثير لبعض الناس يقول فقط إن تعودنا أن يوم الخميس هو إجازة. طيب ممكن بعد أذكر أنا تعود الجمعة والسبت أي ممكن هو كان قبل كما نعلم أنا كان قبل يمكن 40 سنة وكذا كان يوم الخميس وقت عمل يعني وقت الملك عبد العزيز والملك سعود وجزء من الملك فيصل في فترة الملك خالد كان هناك اليوم فقط الإجازة يوم الجمعة والخميس كان عمل ثم بعد ذلك نعم صار الخميس أضيف الخميس كيوم إجازة ما ولا أتصور أن هناك يعني ما يمنع أن نكون السبت والجمعة كإجازة نعم أضيف بس نقطة أخرى أن أيضا هذا سيتطابق مع دول مجلس التعاون الخليجي الآن دول مجلس التعاون الخليجي إجازتهم سبت وجمعة جمعة نعم نعم صحيح وأيضا في حديث بس لأنه أعرف أنها تدور في أذهان بعض الناس في حديث دكتور عن أنه يوم السبت هو إجازة اليهود وعيد اليهود لنا علاقة احنا بذا البلف يعني حتى دينيا احنا بحثنا عنها وأنا لست عالم شرعي ولكن بحثنا من أجل التحضير ما وجدنا أي شيء يعني يخلينا ما نكون السبت عندنا إجازة بالعكس خليني أقول لك جانب اجتماعي معين الحين يوم الجمعة يوم فيه شعيرة دينية مهمة صلاة الجمعة ويوم يعتبر ديني وفي روحانية وفي ساعة إجابة في كل شيء هذا اليوم خليني أنا لو أعمل لك يعني دراسة على الشعب السعودي اللي درسوا واللي كان عندهم سفر واللي تلاقيهم الجمعة يوم كئيب بالنسبة له لماذا؟ لأنه النهار الثاني في يوم عمل في يوم دراسة في يوم اختبار في يوم قرارات خطيرة في يوم قرارات محزنة فبالتالي قرارات مفرحة ربما لكن يوم قرار يوم امتحان يوم الحالة الذهنية للسعوديين لا تعشق يوم الجمعة مع أن المفروض أنها تحبها أنه يوم مريح الحل أنك تخلي الناس يعشقون يوم الجمعة هو أنك تخليهم زي ما هو الخميس محبوب اليوم أنك تخلي الجمعة محبوبة بأنه يكون اللي بعدها ما في شيء السبت مريح يعني أيضا جمعة يعني حتى من نواحي نفسية أنت راح تخلق للجمعة مكانة أفضل في نفوس السعوديين ما أدري تختلف أو تتفق طبعا أكيد ولو أخذنا حتى على المستوى العالمي نجد أن عملية الانتحار دائما أكثر ما تكون أول يوم عمل يعني مثل في أمريكا وأوروبا أول عمل هو يوم الاثنين ففترة يوم الأحد تصير كئيبة جدا نعم فنعم هي عملية من ناحية نفسية عملية بداية الدراسة وبداية العمل يصير نوعا ما كئيب فبالتالي نعم يوم الجمعة في بعض الأحيان نعم خاصة الفترة المسائية يحس الشخص بعض الأحيان أنه عليه ضغط عمل يعني يبدأ عملية الضغط من على الأقل نهاية يوم الجمعة فقد يكون نعم كما تفضلت به إنه سيعطي فعلا يوم الجمعة يكون يوم يعني أنيس جدا كما يجب أن يكون ويوم السبت عاد يعني شخص مع نهاية يوم السبت يبدأ بعملية التفكير في عملية على فكرة ترى حتى يوم الأربعاء كويس يعني يحبون برضو الأربعاء يعني ممكن يكون السبت ولا حد إجازة بس إنه إحنا قاعدين نتخيل أكثر من سيناريو معين لأنه تعرف ما أدري دكتور يعني على مستوى اقتصادي هل باقي عندنا وقت أنه إحنا ننشغل بهذه الجدليات الصغيرة جدا يعني المملكة العربية السعودية مقدرات هائلة ولكن أحيانا أشعر بأننا نشغل أنفسنا في تفاصيل ما تفيدنا على المدى البعيد والله شوف أنا زي ما قلت لك يعني أنا ما حتى من نظرة يعني شرعية وإن كنت لست مطلع كثيرا في هذا المجال لكن شفت من ريحة الحبايب جعل الملك الإمام محمد بن سعود شفت فتوى للعبيكان ما في يعني الأمر شيء يعني من ناحية عملية أنه يكون الجمعة والسبت يعني لكن عموما أنا أتكلم من نظرة اقتصادية يعني كيف ممكن أنها يكون هناك فائدة وهناك قيمة مضافة للاقتصاد السعودي يعني رجال الأعمال يعرفون هذا شيء جيدا يعني كيف المكاسب اللي ممكن يحصلون عليها من خلال تفعيل عمل يوم الخميس نعم ما أدري الاتصال الهاتفي جاهز معنا يا شباب معي عضو من السشورة الدكتور نجيب الزامل دكتور نجيب مساك الله بالخير هلا حبيبي شلونك طاب لونك يا دكتور أنت عندك أنت رجل الأعمال وعضو من السشورة يعني رجل على قدي كلنا على قدنا طيب لا بس يعني يعني أنت يمكن الـ يعني عندك نظرتين اليوم مو اليوم أقصد من فترات مضت صوتوا على أنه الإجازة تتغير لكن رفض المجلس إيش المبررات أو ما ناقش تحديدا هو ما عرض في هالدورة فأنا ما أدري عنها في الدورات الماضية في الدورة الماضية وما هو على فكرة فيه وفيه الآن
يعني في بعض الأعضاء عندهم نية تقديم جديد مع مبررات ومسوقات جديدة أبرزها. هذا منه من رأيي أنا، إذا حبيت تبي رأيي أنا. نعم. إيه تبي رأيي أنا، أعتقد إنه يعني إن ما نجادل فيه رأي شخصي، ما هو عبث، يعني عارف عبث، يعني إحنا نخترع أشياء ونصدقها. المصريون يقولون، يعني المصري عندهم مثل جميل يقول لي خاف من العبث، يعني نحن نخترع عفاريت وأوهام ثم نصدقها. الآن يعني كانت في ثلاث عقود أو أربع عقود ما كان في عطلة على فكرة ليوم واحد اللي هو الجمعة، صحيح؟ نعم. ثم قرروا نضيفوا الخميس. مع الزمن قبل الخميس يعني صفة خاصة تكاد أن تكون شرعية، هذا مستحيل. كان الخميس أو السبت. هل من ناحية ثانية يقول السبت، تجيك السبت يقول لك يعني من منظار ثيولوجي أو منظار أن يعني يوم الاحتفال بالنسبة لليهود، صحيح؟ لكن احنا لما امرنا المشرع الاسلامي ان نقلد اليهود، ان نقلد في افكارهم، ان نقلد في ملابسهم، لكن مش كل شيء ينفعنا ما نعمله من اجل اليهود. الان لما نمنع انفسنا واليهود اساسا يتعطي يعني في مسلسل ما يطلع عالمي ونحن نحرم منها، ليه؟ عشان اليهود فينتفعونهم ونضطر نحن ونضر نحن. الحقيقة يعني أنا أعتقد أنه يجب أن يكون العطلة الجمعة والسبت. ليه؟ حتى الجمعة اليوم المقدس عند المسلمين لأجمل صلاة، هو اليوم اللي يأخذ فعلا عن حق وحقيق، يأخذ صفة قدسية. تصور لما يطلعون من صلاة الجمعة الظهر، ترى معظم الناس صراحة يطلعون يوم الجمعة الظهر ضيق صدورهم، عارف ليش؟ لأن بكرة فيها مش اسمه في الغد في مدرسة وفي عمل. تصور لو كان يوم الجمعة عطلة بكامله، تطلع من المسجد وعندك خطة تطلع مع أولادك وعندك تتمتع، أيضا رديف اللي هو يوم الغد. يوم الجمعة يكسب جمال، يوم الجمعة يكسب سعة صدر، تذهب وأنت مرتاح فوق راحة الصلاة وتخرج وأنت مرتاح بعد راحة الصلاة. فحتى أنا أعتقد تحية روحانية. نعم. الأجمل أن يكون السبت والخميس. شكرا لك دكتور نجيب الزامل عضو مجلس الشورى السعودي على هذه المداخلة. فاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم من جديد دكتور سعود. إذن تتوقع أنه تجاوز السعوديين الفزاعة اللي كانت موجودة في أذهانهم موضوع الخميس والجمعة والسبت أتوقع من حيث تقبل الشعب للشيء هذا، أتوقع أنه سيكون أمر طبيعي، ربما في البداية عملية تأقلم مع الأمر الجديد، لكن في النهاية هي يعني. وكما قلنا ربما من ناحية الجمعة يعني وأهمية أن الواحد لما يطلع من صلاة الجمعة ما يعني يحس فيه وراه إجازة، وبالتالي المتعة تزداد عندي. يعني الآن الكثير من الناس يوم الجمعة تجد الفترة المسائية لا يمكن أنه يروح الرحلة أو نزهة أو ربما حتى زيارات عائلية، لأن عنده أمامها خلاص مدارس للأولاد وعنده، وبالتالي يكون في عملية ضغط فعلا. فالآن لو صار كذا بيكون فعلا عملية يوم الجمعة يعني أكثر. مطير الأستاذ الاقتصادي في جامعة الإمام محمد بن سعود، شكرا لك على حضورك دائما معنا في أهلا. سعيد اليوم أني شفتك ونلتقي إن شاء الله مرة. شكرا.